دعا السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إلى رؤية استراتيجية عربية شاملة من أجل ضمان التمتع بكافة حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقات والمواثيق الدولية. وأكد العسومي أن البعد التشريعي في حماية حقوق الإنسان في مثل هذه الأوقات الاستثنائية يحتل درجة كبيرة من الأهمية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي خلال المؤتمر الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان الذي عقد بالقاهرة. أشار العسومي لأن جائحة كورونا ألقت بتداعيات خطيرة على كافة المستويات، كما كان لها أيضا تداعيات سلبية على منظومة حقوق الإنسان بشكل عام. إن أعلى قيم حقوق الإنسان كمفهوم وممارسة في جميع الأوقات وتحت كل الظروف يمثل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الحالية للبرلمان العربي، انطلاقا من إيمانه الكامل بأن إجراءات مواجهة الأوبئة والأزمات لا يجب أن تكون على حساب احترام حقوق الإنسان ووفاء الدول بالتزاماتها في هذا المجال، وانطلاقا من قيام البرلمان العربي بدوره في التعامل مع التداعيات المختلفة لجائحة كورونا على الدول العربية ورغبة في التخفيف من تبعياتها على منظومة حقوق الإنسان، فقد عمل البرلمان على إعداد عدد من القوانين العربية استرشادية في هذا الشأن.